لا والله ما على بالي. وهران ستستقبل 31,310 مترشحا، منهم 10,011 مترشحا حرا، وكذلك منهم 21 مترشح من ذوي الهمم وذوي التحديات بمختلف التحديات، سواء بصرية سمعية حركية ومن تلاميذ التوحد. كذلك 246 مترشح من مدرسة أشبال الأمة سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة، وكذلك 123 مترشح في مؤسسة إعادة التربية. لكل هذا العدد من مترشحين سخرنا 100 مركز إجراء لامتحان شهادة البكالوريا في دورة 2024 في ولاية وهران، كما ذكرت منها مؤسسة على مستوى أو مركز على مستوى مؤسسة إعادة التربية. لتأطير هذا الامتحان أكثر من 9,000 مؤطر تم تسخيرهم لإنجاح هذا العرس التربوي من رؤساء مراكز، من أساتذة حراس وأعضاء الأمانات وملاحظي هذا الامتحان.